أهلا وسهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، ويسعدنا أن نتواصل نحن وإياكم، ويسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور براء صبحة المركز التخصصي لطب الأسنان. أهلا وسهلا فيك دكتور. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. طبعا كمدير لهذا المركز، قبل أن نتحدث عن الأسنان وما شابه ذلك، وهناك دراسة كانت للجامعة العربية الأمريكية حول تسوس الأسنان عند الأطفال، تعطينا فكرة عن هذه الدراسة؟ طبعا هذه الدراسة عملناها من سنتين، من ثلاث سنين تقريبا، على محافظات شمال فلسطين. نعم. اللي بتشمل نابلس، جنين، قلقيلي، طول كرم، نعم، طوباس وسلفيت. عملنا الدراسة على الأطفال اللي أعمارهم 12 سنة، قديش نسبة التسوس للأطفال اللي عمرهم 12 سنة بس في الأسنان الدائمة، اللي هو بتكون موجودة عندهم عادة أربع طواحين، وممكن يكون عندهم بعض يعني بداية بزوغ بعض الأسنان الأخرى، فيعني نسبة قليلة من الأسنان، مع هي كانت عندنا نسبة النخر 85%، يعني هذا بيعطي إنه في عندنا نسبة عالية جدا من التسوس السني لدى أطفال فلسطين. تحدثت انها الدائمه، هل هناك مثلا طبعا الاسنان المؤقته؟ احنا ما طبعا لو احنا بنعمل الاستدي على الاسنان المؤقته بنلاقي انه نتيجه اكبر من هيك بكثير، لانه طبعا الاسنان المؤقته بتبزغ، بتبلش تبزغ من عمر 6 شهور، فاحنا لما نيجي نعمل بعمر 12 سنه يعني بتكون لها فتره طويله، في كانت امكانيه حدوث النخر اكثر. احنا بنحكي بس على الاسنان الدائمه هيك، فكيف لو كانت الاسنان اللبنيه؟ كان اكيد بتكون النسبه 99 او 100%، صدقا هيك بيكون. احنا طبعا كانت في عنا برامج ناخذ طلاب نطلع فيهم على المدارس ونزور مدارس شمال فلسطين، نعمل لهم هيلث اديوكيشن، تثقيف صحي وفحوصات للصحه الفمويه بشكل عام. بالفعل كنا نتفاجئ انه تقريبا ما في طفل ما في بتم متسوس تقريبا. اذا بدك تيجي تحكي عن الاسنان الدائمه والاسنان اللبنيه، بس بالاسنان الدائمه كانت نسبه 85%، يعني شيء كثير عالي. نعم. نتحدث عن الأسنان وتسوس الأسنان، تعطينا فكرة بشكل عام عن التسوس، أسباب معينة لماذا هذا التسوس طبعا في الأسنان؟ هلأ بشكل عام التسوس احنا طبعا زي ما احنا نعرف ونسمع انه السكريات هي عامل، بس خلينا نحكي بشكل علمي شو هن العوامل الموجودة اللي بتأدي لحدوث التسوس. أول شيء العامل المضيف اللي هو السن نفسه، وجود السن نفسه. اثنين، الكربوهيدرات اللي هي السكريات النشويات. ثلاثة، البكتيريا اللي هي بدها تعمل تخمر لهاي الكربوهيدرات مشان تشكل حمض اللي هو حمض اللبن. نعم. طبعا بوجود العامل الرابع اللي هو العامل المساعد اللي هو عامل الوقت، بدون عامل الوقت ما بصير عندنا تسوس. اذا وجود هذول الثلاث عوامل الاساسيه هي اللي بتؤدي لحدوث اي تسوس، سواء كان عند الاطفال او عند الكبار بشكل عام. طب تعطينا فكرة أيضا عن طبيعة الأسنان عند الأطفال. نسمع دائما باستمرار أنه اللبنية وما شابه ذلك وأسنان غير ذلك، تعطينا فكرة عن هذه الأسنان؟ طبعا طبيعة الأسنان 100%. طبعا بشكل عام الأسنان الموجودة في التم عند الإنسان نوعين، في أسنان لبنية، أسنان مؤقتة، وفي أسنان دائمة. نعم. الأسنان اللبنية بتبدأ بالبزوغ بعمر 6 شهور. أول سن لبني بيبدأ بالبزوغ بعمر 6 شهور، واخر سن لبني بيبدا او ببزغ هو بعمر 3 سنوات بشكل عام هيك. اذا هون في عندنا مرحله الاسنان اللبنيه، الاسنان المؤقته، هاي المرحله بتضل لحد عمر 6 سنوات. من عمر 6 سنوات ببلش عندنا ظهور اول سن دائم. في هذا العمر بعمر 6 سنوات بيظهر اول سن دائم، وببلش يسقط السن اللبني، يعني بالمقابل بصير يظهر سن دائم ويسقط بداله سن لبني. فهاي المرحله من عمر 6 سنوات لعمر 12 سنه بنسميها المرحله المختلطه، او الفتره المختلطه اللي هي توجد فيها اسنان لبنيه زائد اسنان دائمه. اذا في عندنا اول شيء مرحله الاسنان اللبنيه من عمر 6 شهور لعمر 6 سنوات، هاي بس اسنان لبنيه. في عندنا من عمر 6 سنوات لعمر 12 سنه اسنان مختلطه لبني زائد دائم. بعد 12 سنه مفروض فيش الا اسنان دائمه، اللي هي بتكون خلاص مرحله الاسنان الدائمه. طبعا اخر سن دائم ببزغ هو طحونه العقل اللي هو ضرس العقل، ببزغ من 18 19 ل 21 عاده، ممكن يبزغ لحد 40 سنه، بس عاده العمر المنطقي لبزوغه من 18 ل 21، من 17 ل 21، هذا اخر سن بيظهر بكل التم، سواء من الاسنان الدائمه او الاسنان اللبنيه. اخر سن بيظهر اللي هو سن العقل او ضرس العقل، اللي بيكون اخر طحونه بالاربع جهات فوق تنتين وتحت تنتين،
بيظهر من عمر 18 سنة لعمر 21 سنة بشكل عام بالعادة. نعم، يعني الأسنان اللبنية هي إلى زوال رح تنتهي أم يمكن التعامل معها وعلاجها وإلى آخره؟ طبعا الأسنان اللبنية أسنان احنا حكينا أنه بلش أول سن يظهر بعمر 6 شهور وآخر سن 12 سنة، ففي فترة كبيرة يجب الحفاظ فيها على أسنان لبنية. يعني تخيل أنه يكون الطفل طول هاي الفترة بدون أسنان، طبعا إلها كثير مشاكل، إلها كثير خلينا نحكي complications زي ما نسميها أو اختلاطات سيئة، أو من ناحية نفسية إنه تخيل الطفل يكون ما عندوش أسنان، مش عارف يأكل، مش عارف، ممكن إذا فقد أسنانه الأمامية مش عارف يضحك، بحس إنه في بخجل من شيء معين. طبعا في إشي مهم جدا كمان اللي هو صفة الأسنان أو ترتيب الأسنان. في بعض الحالات إذا كان في خلع مبكر للأسنان اللبنية بيكون مكان الأسنان الدائم ببزغ خطأ أو ببزغ وبصير يتحرك، إحنا بنسميها للناحية الأنسية اللي هي جهة منتصف التم، يعني بصير في عندنا خطأ في ترتيب الأسنان أو بصير في عندنا تزاحم للأسنان، وهذا بيؤدي إنه بيكون في شكل أسنان سيء مضطر بعمر 12 سنة إنه نعمل تقويم. فلها السبب الحفاظ على الأسنان المؤقتة ضروري تعالج، يجب أن تعالج أسنان مؤقتة، تعالج مثلها مثل أي سن آخر، إلى طبعا بعض الخصوصية في العلاج. ممكن طبعا في بعض الأسنان اللبنية طبعا تكلع، يعني زيها زي السن الدائم، يعني إذا كانت السن اللبني وضعه سيء جدا هو بالسكيس عم نسميه. خلاص ممكن يكون دائم السن اللبني، السن اللبني بسقط مشان يطلع بداله السن الدائم. بس قصدي انه السن اللبني يعالج. نعم. مثل اي سن تل، وفي بعض الاحيان يكلع، يعني يكون استطبابه يجب ان يكلع اذا كان في حاله ميؤوس منها سيء جدا وضعه، هون يجب ان يكلع. ويمكن ان يعالج؟ طبعا يجب ان يعالج، يعني في حاله امكانيه علاجه يجب ان يعالج، وكان خاصه اذا كان في سنوات، يعني احنا مثل نيجي على ضرس لبني بده احنا نكون عارفين بالتوقيت تاعه انه بده يسقط في عمر 11 سنة. اذا جاء الطفل عمره 10 سنين ونص ما في داعي لعلاجه، انه كل فترة هي نص سنة يعني بالكثير. اما اذا جاء الطفل عمره 8 سنين مثلا يجب علاجه، يجب علاجه مشان يستفيد الطفل منه بهاي الفترة كلها. وحكينا انه يعالج السن اللبني زي زي اي سن دائم، طبعا له طرق خاصة، له خصوصية في العلاج، يختلف إلى حد ما بالأنواع الماتيريالز، أنواع المواد في العلاج، ممكن الخطوات في العلاج تختلف، لكن السن اللبني يعالج كالسن الدائم ويقلع في حالات معينة إذا كان لابد من قلعه. نعم. التسوس هو فقط المنتشر كمرض عند الأطفال، التسوس فقط أم هناك أمراض أخرى قد تصاحب فترة الطفولة؟ ممتاز. طبعاً إحنا بشكل عام هو أكثر سؤال ممتاز جداً، هو أكثر مرض منتشر عندنا بالفترة الطفولة وبفترة الشيخوخة وبفترة الكبر، أكثر مرض منتشر هو التسوس، المرض الفموي. لكن هذا لا يعني عدم وجود بعض أمراض أخرى، يعني زي التهابات لهفوية ممكن نحكي، ممكن نحكي بعض التقرحات، ممكن نحكي أمراض في العظم، في العظم الداعم للأسنان إلى آخره. لكن الأطفال يتميزوا بشيء آخر احنا دائما مركز عليه بالدراسة وبالمحاضرات، اللي هو السقوط، الفولز احنا نسميها، انه التروما اللي هي رد الأطفال. يعني عادة الطفل بيكون بعمر معين بيلعب أكثر بسكليت وراحة وجاي وبنط وبطابة، هذا بيؤدي للسقوط، غير عنا احنا الكبار بيكون حالات السقوط عندنا نادرة جدا، حالات الردود الفموية والسنية بتكون نادرة جدا، بينما عند الأطفال بتكون منتشرة بشكل كبير. فاحنا عادة لما ندرس أي شيء باختصاص الأطفال أو نحكي عن اختصاص الأطفال يجب أن نحكي عن موضوع السقوط طبعا موضوع كبير وفينا نحكي عنه ان شاء الله بيوم لحاله اذا بتحبه. موضوع السقوط موضوع مهم، وحتى يجب انه الاهل في بعض النصائح يجب انهم يعرفوها كيف يتعاملوا مباشره مع حاله السقوط، حاله سقوط السن، حاله كسر السن. هاي طبعا لها خصوصيه كمان فينا نحكي عنها ان شاء الله بمره ثانيه بتوسع اكثر. نعم ان شاء الله. للتسوس تعطينا فكرة، نعود إلى التسوس، ويا ريت المخرج يساعدنا في عرض بعض الصور إذا إن شاء الله ممكن. سألنا بنحكي إن شاء الله. التسوس تعطينا فكرة. نحكي عن الوقاية إحنا. طبعا هي الوقاية من التسوس زيه زي أي بشكل عام، زيه زي أي حدا كبير. الوقاية بتكون بالحفاظ على الصحة الفموية،
العناية الفموية المنزلية باستخدام الفرشاة والمعجون، هذا لازم يكون بإشراف من الأهل خاصة بالطفولة المبكرة يعني بالعمر السنة عمليا سنتين. انت جايب لنا طقم بس بدون المعجون بدون طبعا هاي هي الفكرة بدون المعجون. احنا هون لازم نعلم أطفالنا كيف يستخدموا الفرشاة والمعجون. تم أي حدا فينا بتكون هيك استخدام الفرشاي، طبعا في عدة طرق، في ناس بيستخدموا الطريقة الأفقية وهذا شيء غلط لأنه احنا بنشيل البلاك عن سطح الأسنان ونحطها بين الأسنان وهذا شيء خطأ. الطريقة العمودية كمان خطأ لأنه بنشيل البلاك ونحطها تحت اللثة وهذا شيء خطأ. هناك طريقتين، أفضل طريقتين. الطريقة الأولى وهي الأفضل إنه موضوع احنا بنسميها اللي هو السحب أو الكشط، إن ناخذ من فوق وننزل لتحت، نفس الشيء بالأسنان السفلية ومن جوا كمان نفس الشيء، وممكن على الأرحاء تكون بشكل دائري. هاي الطريقة الأولى وهي الأفضل، إنه ما يعني نأخذ لتحت بس هيك، من هون نأخذ لفوق، من جوا كمان نأخذ لتحت. الطريقة هذا الثانية، هذا الحجم الطبيعي؟ لا طبعا هذا حجم كبير كثير. الطريقة الثانية اللي هي الطريقة الدائرية. لا أستاذ حازم، مش الحجم الطبيعي هذا. الطريقة الثانية هي الطريقة الدائرية اللي هي نعمل فيها الطريقة الدائرية لتنظيف الأسنان، وهي كمان طريقة موجودة وسهلة جدا على هذا. هلأ للوقاية في عدة أساليب أخرى. في إشي اسمه تطبيق الفلورايد. هون في عندنا صورة رقم واحد، هاي بتكون على الشاشة الآن كما هو واضح على الشاشة دكتور براء. هاي الصورة طبعا نستخدمها إذا بتلاحظوا في فرشاي موجود عليها بيكون شيء اسمه فلورايد بتركيز 5%. هذا الفلورايد ندهن في سطح السن لمدة دقيقتين، ممكن استخدامه مرتين في السنة، يستخدم عادة من عمر 6 سنوات لعمر 12 سنة. هذا بيعطي مناعة ضد النخر بنسبة 35% لنسبة 67%، بيعطي مناعة ضد التسوس. يعني متى يستخدم؟ في هل هناك عمر معين لاستخدام هذا؟ عمر 6 سنوات لعمر 12 سنة يستخدم. هذا كثير ممتاز، وهذا يستخدم مفروض في مجمل العيادات السنية. هذا طبعا في كمان صورة ثانية لو سمحتوا بعد إذنكم، صورة رقم 2. طبعا هاي الصورة كمان نفس الشيء بس هون بطريق جل. هذا الجل بنحط في إذا شايفين في زي تري أو في إشي بيكون على شكل الأسنان، الجل بنحط جواته وبتطبق على الأسنان كمان لمدة دقيقتين. طبعا التنتين باخذوا نفس الفعالية ما في مشكلة، بس مجرد اختلاف بالطريقة. هذا الفلورايد جل بتركيز 5% يدهن على الأسنان، يعطي مناعة ضد التسوس، مناعة رائعة جدا، يستخدم من عمر 6 سنوات حتى عمر 12 سنة. طبعا ممكن يستخدمه قبل، ممكن يستخدمه بعد، يعني ممكن مثلا يستخدمه لحتى الكبار بالسن، ممكن يستخدمه للأطفال اللي بعد 6 شهور، لكن بالعادة يستخدم من عمر 6 سنوات لعمر 12 سنة. في كمان عندنا الصورة الثانية الثالثة لو سمحتوا، هذا شيء اسمه فيشر سيلانت أو المادة السادة اللاصقة. هذه المادة احنا طبعا نعرف انه لو طلعنا على الضرس الموجود الطحونة في زي وهاد احنا بنسميها، في زي تضاريس. هاي تضاريس تسمح بتجمع البكتيريا وتجمع الاكل عليها. اذا هاي بتشكل تقريبا 5% من نسبة التسوس. فاذا منعنا حدوث التسوس في هاي المناطق احنا منعنا حدوث التسوس بنسبة 85%. فاذا بنلاحظ بالصورة الثانية اللي هي بتيجي على اليمين، في مادة بيضاء بتكون موجودة بشكل سائل، بتنحط وبتصلب عليها الضوء فبتصير بشكل صلب، بتسكر هاي الشقوق، خلينا نسميها الشقوق الموجودة على سطح السن اللي هي بتكون فيها إمكانية تجمع البكتيريا وتجمع بقايا الأكل اللي بتأدي لحدوث التسوس. وهي المادة السادة اللاصقة تمنع التسوس بنسبة 85%. تكون دائمة دكتور؟ طبعا هذا سن دائم. هاي بتضل موجودة من 5-10 سنوات على الأسنان. فبالتالي هاي الصورة خلينا نسألها شوي، خلينا نكمل حكي عن الصورة قبلها. المادة السادة اللاصقة هاي مادة كثير ممتازة، والفلورايد كثير ممتاز، مادة تطبق لمنع التسوس، رائعة جدا، موجودة في كل العيادات. فالأهل بريحوا راسهم من انه ابنهم ضل كل يوم والتاني هو على طبيب الأسنان بيعملوا كل هاي الإجراءات، وخلينا نحكي بيستفيدوا بنسبة عالية. اولا ماديا انه بطلوا يروحوا في عضو الاسنان، اثنين بيستفيدوا انه فترة طويلة بحدوثش عنده تسوس وبالتالي فيش الام. الشيء الرابع اللي بنحكي عنه، الصورة الرابعة، هاي احنا بنستخدمها في حالات معينة لما يكون في عندنا قلع لبعض الاسنان اللبنية
زي ما حكينا قبل شوي بنخاف انه يصير السن الدائم يتحرك مكان مش مكانه. فهم بنحط شيء اسمه حافظة المسافة سبيس مينتينر. هاي الحافظة المسافة مشان تسمح للسن الدائم اللي اصلا لسه مش طالع اذا ملاحظين يطلع يقعد مكانه الصحيح بدل ما يكون في سن مكانه صار. هذه تساعدنا مشان ما نضطرش نعمل تقويم اللي هي زي كانه وقائي شيء وقائي مشان ما نعمل تقويم في عمر 12 سنة وما بعد. هاي فكرة جيدة كمان في حالة قلع الأسنان اللبنية كيف بدنا نحافظ على صفة الأسنان والحجم الطبيعي للأسنان مع الفراغات المناسبة لها. نعم شكرا دكتور. شيء أخير نتحدث فيه، تعطينا العمر الزمني للأسنان وبزوغ الأسنان عند الأطفال والمراحل، وبنعرف أحيانا الأطفال بتأخروا حتى يسننوا أو إلى آخره. هلا موضوع احنا حكينا عن موضوع التسنين، هلا موضوع التاخر في بزوغ الاسنان. هاي حالات طبعا موجوده، شيء طبيعي بيكون هاي حالات موجوده. طبعا في حالات مرضيه بشكل عام في الجسم بشكل عام بتتعلق بالغدد وبتتعلق بالامراض العامه. وفي حالات تكون خاصه، حالات تكون موضوعيه خاصه بالفم. يعني مثلا ممكن يكون تليف في النسج اللثويه. هذا التليف منع بزوغ السن الدائم او منع بزوغ حتى السن اللبني. هون بكل الحالات احنا في عندنا جدول مفروض اي طبيب اسنان حافظه وبيعرف متى ببزغ اي سن، متى ببزغ ومتى مفروض انه يصير عنده تبديل مشان حدوث او مشان بزوغ السن الدائم. اذا لاحظنا تاخر اول شيء بنعمله انه بنصور صوره اشعه اكس راي سواء كانت بانوراميك او بري ابيكال، بنصور صوره كامله. من خلال الصوره فينا انه نحدد اولا هل السن الدائم موجود او مش موجود، يعني في برعم او مش برعم. احنا بنسميه له البد اللي هو يعني في اساس موجود للسن انه يبزغ ولا لا. اذا هناك كان فقد، في طبعا ممكن يكون فقد خلقي اصلا مش موجود. يعني طبعا هذا موضوع في كل حاله فينا نتصرف معها بطريقه. مثلا اذا كان موجود السن موجود وفي كان مانع من بزوغه سن اخر، او كان مانع من بزوغه مثلا تليف في الأنسجة، هون كل واحد له حله الخاص فيه. ممكن يكون جراحة فتح اللثة لإخراج السن ومساعدته، ممكن تكون أصلا التقويم هو اللي بيساعدنا على خروج السن لأنه كان محشور أو ممنوع من البزوغ بسبب تراكم أسنان أخرى. إذا كان أصلا فيش عندنا سن دائم هون بده يصير تعامل تاني، يجب الحفاظ على السن اللبني. إذا كان هذا حكي كله مش موجود فينا نعمل فحوصات أخرى، فحوصات عامة نشوف إذا في عنده أمراض عامة، ممكن زي ما حكينا أمراض تخص الغدد، تخص عموم الجسم بشكل عام. بعض الأمراض العامة قد تؤثر على بزوغ الأسنان. هذا موضوع طبعا مش يعني بشكل عام مش سهل، بس مش سهل. يعني بساطته بتكون بالصورة وفينا نحدد ونعالجه تقريبا. هلأ بس بدي أحكي شغلة بعد ما تعبت، إحنا هلأ بال 2012 أو بالقرن 21 تقريبا ما ضلش شيء في طب الاسنان لا يعالج، ما ضلش ولا شيء لا يحل تقريبا الحمد لله بوجود العلم. يعني لدرجه انه اللي ما عندوش اسنان صرنا قاعدين بنعمل له اسنان، بنزرع له اسنان زراعه. يعني ما ضلش شيء اكثر من هيك. يعني فصدقا يعني فيش ولا شيء بطب الاسنان ما له حل، ولا شيء باذن الله ما لهش حل. نتمنى السلامة للجميع بإذن الله إن شاء الله، ما حدا بيحتاج يعني إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله خليك عبد. الله خليك. شكرا. وابقوا معنا أعزائي المشاهدين، نتواصل نحن وإياكم مشوارنا. صباح الخير، الطول كريم، كونوا معنا وتابعونا. شكرا دكتور.